تحت رعاية وحضور نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، وبحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي وكبار القادة والضباط، احتفل الحرس الوطني بتأدية الطلبة الضباط خريجي كلية الملك خالد العسكرية بالمملكة العربية السعودية القسم القانونية وتخريج دورة الوكلاء المرشحين إلى رتبة ملازم. وبهذه المناسبة نقل نائب رئيس الحرس الوطني إلى الخريجين تهاني سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، وشدد على أن بناء الحرس الوطني يبدأ بالتخطيط والتدريب الناجح، مؤكدا أن الولاء والانتماء للوطن هو أغلى ما يمتلكه الإنسان، والهدف هو الدفاع عن هذه الأرض الكريمة وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيها. بالإنابة عن سيدي سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي السالم الصباح حفظه الله، وبالأصالة عن نفسي، يسرنا أن نلتقي بكم اليوم لنهنئكم بنجاحكم وتخرجكم. أبناء الضباط الخريجين، إن بناء الحرس الوطني يبدأ بالتخطيط والتدريب الناجح، فإني من هذا المنطلق أود أن أتقدم ببالغ الشكر وعظيم التقدير للجهود المبذولة من قبل ضباط ومعلمين وضباط صف وأفراد مديرية التدريب، مثمنين الجهود الحثيثة التي تبذل من أجل تهيئة وتأسيس الضباط علمياً وعسكرياً.